بي. الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. القاهرة تقدم من الحياة، من الحياة، برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. سلامتك يا فؤاد. الله يسلمك يا تفيدة. شدة وتزول إن شاء الله. هي أمينة ما رجعتش من المدرسة. قربت تيجي. هي ما أنا خايفة عليها من خضتها لما ترجع وتلاقيك رأيت كده. خلاص بعدني ضغطي علي وزمايلي نقلوني على المستشفى، وهناك ادوني حقنة، والدكتور نصحني أروح استريح وأخذ العلاج. بالشفا إن شاء الله يا فؤاد. أنا حقفل عليك باب الأوضة علشان تنام لك شوي، على ما حضر لك فرخة مسلوقة تتقوت بيها وبشربتها. فرخة مسلوقة يا تفيدة؟ منين يا أخي؟ دي ما هي وظيفتي ككاتب في الوحدة المحلية 8 القمح، بتكفينا بالضالين. يا أخويا ما تشيلش هم، أنا هتفق مع عم سعيد بتاعة الفراخ تديها لنا بالقسط. بالقسط؟ عشنا وشوفنا الفراخ بتتباع بالقسط. بتتباع بالقسط يا أم أمينة. اللي يعيش يا ما يشوف يا فؤاد. الله يحفظك. أيوة أيوة كده، اضحك، محدش واخد منها حاجة. ربنا يكرمك يا تفيدة أصيلة ويخللنا أمينة ويفرحنا بيها. قادر يا كريم. يا حبيب أمينة، ربنا يشفيك ويخليك لينا يا أحن أب في الدنيا. ويبارك لنا فيك يا حبيبتي. مش كفاية دلع بقى ونقوم نشوف مذاكرتنا؟ أيوه أيوه يا حبيبتي، شد حيلك، الثانوية العامة محتاجة تركيز ومذاكرة جامدة أوي. اطمن يا سي بابا، بإذن الله هتفوق كالعادة وهجيب مجموع يدخلني طب. يا سلام، معقولة هبقى أبو الدكتورة أمينة؟ إن شاء الله يا بابا. تفتكر بعد شقاك أنت وماما في تربيتي وتعليمي ممكن أكسل ولا تهاون؟ اطمني. طيب بقول لك إيه يا أمينة، مش محتاجة أي درس خصوصي في أي مادة؟ إيه؟ وهنسدد الثمن منين؟ اطمني، مش محتاجة دروس في أي مادة، لكن محتاجة دعواتكم. ربنا ينجحك ويوفقك يا بنتي. ويحميكي ويبعد عنك شر الدنيا وعيون الحاسدين. بصراحة يا ريتني حولت أدبي، لأني بقاوح وبرضه مش سالكة في مادة الأحياء. أعمل إيه بس يا ربي؟ يا علياء اهدي، أنا هشرح لك الأحياء بطريقة سهلة هتفهميها على طول. يا سلام يا ست أمينة، يعني هتقدري تعملي اللي الأستاذ محفوظ مقدرش يعمله وتفهميني؟ يوضع سره في أصغر خلقه. على عموم مفيش قدامي غير ان اجرب. تجربي؟ صديقة عمرك في ابتدائي واعدادي وثانوي، ومش عارفة امكانياتي. عارفة انك شاطرة ومن الاوائل، بس يا ترى هتفهميني؟ ان شاء الله نحاول، واذا ما فهمتيش اسألي بقى على التحويل لشعبة الادبي، خصوصا اننا في اول السنة وممكن تحولي. طب بقولك ايه، ما تيجي تتغدي عندي الجمعة الجاية وحاول افهم منك دروس الاحياء، واذا فهمت مش هحول ادبي. لا عندك ده ايه، ده انت فيلتكم في شرق البلد. وايه يعني، هجيب بابا ونيجي ناخدك بالعربيه ونرجعك. طب ما تيجي انت تذاكري عندي في شقتكم المحندقه، انت عاوزه تخنقينا؟ اصلي خايفه بابا وماما ما يوافقوش على خروجي. انا وبابا هنقنعهم، اطمني. واهم نقطه نركز عليها في اول درس من دروس ماده الاحياء، التغذية والهضم. معرفة تفاصيل التغذية والهضم عند النبات، ولازم نلم بحجم الأيون أو تركيب الأيون. ها واضح يا علياء؟ واضح جدا يا أمين. إيه يا بنت موهبة الشرح دي، يجي الأستاذ محفوظ يتعلم. لا 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 اعملي معروف، ما تزعليش أستاذي مني، خلينا ناخد الثانوية العامة ونروح الجامعة وإحنا علاقتنا كويسة بأساتذتنا. بإذن الله هيحصل. تعالي بقى نروح التراث نفطر ونشرب الشاي ونبقى نكمل مذاكرة. سلامتك يا أبو أمين. إيه الدواء ما ريحكش؟ ما عملش حاجة، لا صحيح ما تكملش، بعد الشر عليك.
تفيدة، وصيتك أمينة تفيدة. ربنا يخليك ليها لغاية ما تبقى دكتورة وتجوزها وتطمن عليها. يا عالم ده حيحصل، حيحصل ولا لا؟ ناني حبيبي الدولة، ناني قطع بدي ايدي خدي الشاي. ها؟ متشكرة علياء. مالك يا بنتي؟ فرحانة في جارتك مدام دولة، بتعامل قطتها بحنان غريب. محتاجة تفرغ شحنة حنان الأمومة، ومفيش قدامها غير قطتها ناني. هي ما خلفتش؟ ما لحقتش. ليه؟ ماما حكت لي ان طنط دولة يدوب اتجوزت وعدى شهر العسل، وجوزها سيادة السفير حفظي علوان سافر للسفارة في كوبا على امل انها تحصله، لكن للأسف تعرض لحادث ومات. ومن يومها وهي قاعدة في الفيلا بتاعتهم دي لوحدها. ما اتجوزتش بعده؟ ماما قالت لي انها ياما تقدم لها عرسان مراكز ومن اعيان البلد ورفضتهم كلهم. اكيد علشان بتحب سيادة السفير، فضلت مخلصة له طول عمرها لحد ما كبرت. والقطة دي معاها العمر ده كله؟ لا، ناني دي الجيل السادس من سلالة الصيان النادرة. الجيل السادس؟ كل ما تموت قطة تبعت تستورد قطة أحلى من اللي قبلها. تستورد؟ يا بنتي غنية بقى ومعاها فلوس مش عارفة توديها فين، فتسلي نفسها مع قطة بنت ناس مش القطط البلد البيئة بتاعتنا دي. يا سلام، اللي يعيش يا ما يشوف. طب ليه ما فكرتش تكفل طفلة يتيمة بدل القطط؟ مش عارفة. صباح الخير يا علياء. صباح النور يا طنط دولة. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازاي مامي وبابي؟ بيسلموا على حضرتك. دي زميلتك؟ ايوة، امينة فؤاد بتذاكر معايا. ما تيجي تشربوا الشاي معايا. في ايدينا هو يا طنط. لا سيبكم من الشاي ده، تعالوا اعزمكم على شاي اخضر جايباه مخصوص من لندن. متشكرين يا طنط. ايه متشكرين ليه؟ تعالي نروح لها، انا نفسي اشوف فيلتها من جوه، اكيد مليانه تحفه. خلاص يا طنط هنجيلك حالا. ينوروا. واضح انك بتحبي التحف قوي يا امينه. ولا عمري شفتها غير في الافلام والمتاحف. اللي يشوفك كنت بتتاملي تحف اللي في الصالون يفتكر انك بتحبي تحف. انا بحب اخد فكره. وتشتري بكره؟ لا اشتري ايه؟ هو انا عمري اقدر اشتري تحف زي دي؟ ليه لا يا حبيبتي، ربنا قادر على كل شيء. ونعم بالله. طنط دولة من اشك وارق سيدات المجتمع، ولولا انها بتحب حياه الريف بشكل عام ومحافظه الشرقيه بشكل خاص، كانت تبقى من نجمات المجتمع المصري والعربي. انا زهدت خلاص في كل حاجه بعد وفاة حفظي الله يرحمه، وفضلت أسيب حياة القاهرة ومجتمعاتها الراقية وأعيش هنا في الفيلا دي، الفيلا اللي شهدت قصة حبنا من وإحنا صغيرين، لأن السادة السفير كان ابن عمي من يوم ما فاته وأنا قررت أعيش هنا وفيا ذكراه وقصة حبنا. لكن اللي عرفته إن حضرتك اترملتي صغيرة جدا، ومن النادر إن أرملة صغيرة ما تتجوزتي تاني، خصوصا إذا كانت صغيرة وغنية زيك. الحب الصادق يا أمينة الإنسان بيقابله في حياته مرة واحدة، وبما إن الإنسان بيعيش مرة واحدة بس برضه، فالأحسن يعيش على ذكرى الحب ده من إنه يتجوز بسلام. منطق برضه. دي رومانسية ما قريتهاش إلا في الروايات الكلاسيك، وكنت فاكرة إنها اندثرت. أبدا يا أمينة، الرومانسية قبل ما ينظرولها كمذهب أدبي أو مسرحي ويحطولها قواعد يقيسوا عليها العمل الأدبي أو المسرحي، بدأت مع خلق الإنسان يا حبيبتي، والمودة والرحمة اللي جمعت بين كل حبيبين أو زوجين من أيام آدم وحواء هي أساس الرومانسية قبل ما يخترعوا كتابة الروايات الرومانسية بتاعتهم دي. أهلا يا ناني. الله جميلة قوي. الحقي يا طنط، دي سابتني وراحت تتمسح في أمينة كده برضو يا ناني. تطنيشي صاحبتك علياء، أنا زعلانة منها. واضح إن أمينة حنينة أكتر منك يا علياء. ما تزعليش، أنا بكلمك بصراحة يعني. أبدا يا طنط، أنا فعلا بحس إني جامدة شوية عن أي بنت. عشان معاملة باباكي ليك يا حبيبتي. ها؟ أنا جارتكم يا حبيبتي، وأحيانا بسمع شيء باباكي ليك بيوصلني
غصب عني بسمع في أبهات عالياء ما بيعرفوش يعبروا عن حبهم لأولادهم، وفاكرين الشدة هي اللي هتصلح حالهم وتجنبهم الوقوع في الخطأ، وده مش صحيح أبدا. فعلا يا طنط عندك حق. لو من غير ما أعرف بابا أمينة أكد أجزم بأنه قطع حنين، وعمره ما زعل أمينة أبدا. فعلا ربنا يشفيه. سلامته بيشتكي من ايه يا حبيبتي؟ الضغط، وعنده ضيق في الصمام الاورطي والصمام المترالي في القلب. ده لانك حبيبتي في قلبه، ولان وزنك تقيل يا امينه تعبتي له قلبه تاني. حضرتك ظريفه قوي يا طنط. الحياه ماما نعمه من عند ربنا، ولانه سبحانه انعم علينا بيها فلازم نشكره باننا نصون نعمته ونعيش الحياه بتاعته وبكتابه وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أيوة يا طنط دولك، بس الدنيا دي دار شقاء، يعني لازم الإنسان يتعب ويشقى ويعاني قبل ما يتحاسب. معاك حق يا علياء، أنا ما قصدتش إن الحياة وردية على طول، لكن اللي قصدته إننا ممكن نتجاوز متاعبها بالصبر من غير المتاعب دي والمعاناة ما يشوهوا روحنا ويخلونا نقمين على الحياة وما نستمتعش بجمالها وروعتها. يا طنط، كلام حضرتك بيزيل الهم وبيدي تفاؤل. ده لان طنط طول عمرها بتاعت ربنا، وسبحانه انعم عليها بالرضا والسكينه وراحه البال. علشان كده بقالها اسبوع ما ظهرتكيش. الله يكون في عونها يا طنط دولت، باباها كان كل حياتها. الله يرحمه ويصبرها. بس انا عدي عليكي قوي يا علياء، عشان ما قلتليش كنت جيت معاكي وعزيتها. ما حبيتش اتعبك، خصوصا واني عارفه ان حضرتك بعافيه شويه. عندك حق يا بنتي، والله ما انا عارفه ايه اللي جرالي. انا بفكر اسافر لندن اعمل فحوصات عشان اطمن. وماله يا طنط، سافر عشان تطمني وتتفسحي، ما حدش واخد منها حاجه. يا شقيه، تعرفي لو باباك يوافق اخدك معايا. لا يا طنط، اجليها لغايه لما اعدي من الثانويه دي، ساعتها وانا في الجامعه ممكن اقبل دعوتك اللذيذه دي. حاضر، ماشي ست البنات يا حلوه. ما تشيليش هم يا ماما، علياء صاحبتي عندها كل الكتب الخارجيه وملازم المدرسين، هبقى اروح اذاكر معاه. معلش يا امينه، على يدك اهو، معاش ابوكي ما بيكفيناش اسبوعين في الشهر. ولا يهمك يا ماما، وباذن الله هنجح وبتفوق وهدخل كلية الطب زي بابا ما كان بيتمنى. كلية الطب ايه دلوقتي؟ هو احنا نقدر على مصاريفها يا بنتي؟ يعني ايه؟ يعني تاخدي الثانوية ونطلب تعيينك في الوحدة المحلية، لانك من ابناء العاملين، هم كانوا بيحبوا ابوك ومش هيتأخروا عن مساعدتنا خالص. حاضر يا ماما، الاول ادعي ان انا اخد الثانوية العامة بتفوق، وبعدها نبقى نتكلم في موضوع الشغل ده. سلامتك يا طنط دولة. الله يسلمك يا أمينة، حشتيني وما بتسأليش، لكن أنا عذراكي. غصب عني والله يا طنط، موت بابا صدمة كبيرة زلزلتني. أنا معاك، لكن مش عايزين نسمح لأي زلزال يوقفنا عن تحقيق أملنا وأحلامنا. ده قدر الخالق سبحانه، ميلاد وموت. عندك حق. وامتى نويتي السفر للندن؟ بعد بكره. بسرعه كده؟ تعب بيزيد عليا يا امينه، ولازم الحق اشوف سببه ايه. ربنا يطمنك وترجعي لنا بالسلامه. وعلى ما ارجع ليه عندك خدمه؟ تحت امرك يا طنط. عاوزاكي تاخدي ماني معاكي وتخلي بالك منها على ما ارجع. ايوه بس اسمعي بس، ما تشيليش هم مصاريفها واكلها، وكمان حسيب لك مبلغ تحت الحساب، ايه رايك بقى؟ علشان لو اضطريتي توديها لدكتور ولا حاجه يا بنتي. طيب ما تسيبيها لعلياء احسن. علياء مش هتبقى حنينه عليها زيك يا بنتي، وكمان ابوها هيرفض لانه ما بيحبش القطط. واذا سفريه لندن طولت هبعت لك شيك كل اول شهر يا حبيبي، وإذا ما صرفتهوش على القط حلال عليك. أنا محتارة، مش عارفة أقول لحضرتك إيه. أنت قلقانة من مامتك،
فعلا اصل ماما اسمعي يا حبيبي، اول ما هتشوف ناني هتقولك احنا ناقصين، وبعد ما تتعصب شويه وتعرف اني سايبه لها مصاريفها علشان تاكل وتشرب هتهدى وهترحب بيها. انا عارفه ظروفكم ومتخيله واحده زي مامتك ممكن تتصرف ازاي، ولانها ست طيبه مش هيهون عليها ابدا ناني تترمي في الشارع. جاي ايه ده يا بنتي امين؟ دي قطه يا ماما. يا ما جاب الغراب يوم، وهو احنا عارفين نقتل نفسنا لما تبلينا بقطه ناكلها؟ اتفضلي. كل دي فلوس؟ انت جايبه قطه ولا بني ادم ومتنكر؟ وده ايه ده كمان؟ علب صفيح انضف من علب التونه ومرسوم عليها قطه؟ ده فيها اكل القطه مستورد من بره. يا حلاوه يا حلاوه، البني ادمين بياكلوا من الزباله والقطط بتاكل في علب صفيح ومستورده كمان. مدام دوله جارت عياء صاحبتي هتسافر لندن تتعالج، وطلبت مني اخد القطه ناني دي واراعيها لغايه ما ترجع، واذا طولت هتبعت لي شيك كل اول شهر، واذا ما احتاجتهوش القطه حلال عليا. والفلوس اللي اديتيها لي دي اذا ناني احتاجت علاج عالجناها بيها، واذا ما احتاجتش حلال علينا. بجد يا أمينة الكلام ده صحيح؟ هو أنا إمتى كدبت عليك يا ماما؟ يعني ممكن نتشبرق لو حافظنا على صحة القطة، وماله تنام مكاني على السرير وأنا هنام على الأرض، وأجيب لها مية معدنية وإحنا نشرب من الترع. وأكلها أكلها حشيله بحباب عينيا، أحسن النمل والصراصير يتلموا عليها وينقلوا لها أي مكروب ولا حاجة. إيه ده يا ماما؟ اللي بتعمليه ده؟ غصب عني يا حبيبتي غصب عني. انا مش مصدقه اني مش هشيل هم الدين ولا هم قله المعاش بتاعت ابوك. خلاص فرجت فرجت. واذا الست دوله اتطولت في لندن وخدت الثانويه هدخلك كليه الطب زي ما انت عاوزه بالظبط، وخلاص خلاص هيبقى معانا فلوس. يا رب يا رب اشفيها ورجعها بالسلام. لا يا بنت، طول ما هي تعبانه احنا عايشين، علشان كده اوعي تدعي لها بالشر، انت فاهمه؟ لما مامتك تعرف اني سايبه مصاريف هتهدى وترحب بيها. صدقت يا طنط دولة. للأسف يا مدام دولة الكانسر امتد للعظم، وعشان كده مش هنقدر نستأصله، لكن هنحاول نحد من انتشاره بالأدوية والكيماوي. الحمد لله يا دكتور، سبحانه اللي ابتلاني بالمرض وهو اللي يقدر يشفيني منه. ونعم بالله. أنا بحسدك على قوة إيمانك، ياما وردت حالات مشابهة على المستشفى هنا في لندن، وكانوا بمجرد ما يعرفوا بينهاروا ويبكوا ويكتئبوا، وبعضهم بيحاول الانتحار كمان. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. الانتحار جريمة نهانا عنها ديننا الحنيف، والرضا بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الحق، والمرض ابتلاء والشفاء منه أو استمراره بيد الله وحده. السلام عليكم. اهلا يا متر غانم. ايه اعرفكم ببعض، دكتور فهمي العوضي من ابرز دكاتره الاورام في لندن. اهلا دكتور فهمي. الاستاذ غانم عبد الصبور المحامي، استدعيته من مصر عشان ابلغه وصيتي لما حسيت ان حالتي بتضعف. حسيتي؟ انا لسه قايل لك على التشخيص دلوقتي حالا يا دوله هاني. انا اقدر احس، اقدر يا دكتور احس اللي جوايا قبل الطب ما يقرر الدكتور. عندك حق. طب اسيبكم تاخدوا راحتكم، وهبقى اعدي عليكي مع الدكتور ريتشارد بعد الظهر عشان يبص عليك. مستنياكم. هروح فين يعني؟ عن اذنكم. سلامتك يا دوله هانم. اول ما حضرتك كلمتيني حجزت في اول طياره وجيت. خير؟ يا ماما ان شاء الله هدخل طب. منين؟ وشيكات لندن وقفت بقالها شهرين يا حبيبه امك. اكيد دوله هانم بعتتهم، والمشكله في البريد هنا. انا ما اعرفش الكلام ده. فيه شيكات فيه طب، ما فيش شيكات فيه شغل. يا ترى اخبارك ايه يا طنط دوله؟ امينه فؤاد الشمري، بصه امينه فؤاد الشمري. ايوه ايوه يا محروس،
يا فرج الله. ايوه يا ابني. جواب مسجل. من لندن؟ لا من مصر، من مكتب الاستاذ غانم عبد الصبور المحامي. ما نعرفوش، رجعه له. بس هو يعرفكم يا ست تفيده. احنا مستنيين جوابات من لندن، ما ترجعش هنا الا بجوابات من لندن. يا ماما اهدي بس لما نفتح الجواب ونشوف فيه ايه. مش جايز الشيكات المتاخره بجد؟ اه صحيح، يمكن. افتحيه افتحيه بسرعه. قبل ما تفتحوه انضيلي بالاستلام هنا يا ست امينه. وايدك على الحلاوه يا ست ام امينه. مش لما نلاقي حاجه تستاهل. ولا برجاء الحضور الى مكتبي يوم الخميس الموافق 6 الجاري الساعه 6 مساء للاهميه، غانم عبد الصبور المحامي. نابك طلع على شغلنا يا ساعي بريد الغبره انت. يلا غور يلا غور من قدامي يا كلاب المصايب. الله، وانا مالي وانا بغسل وضم الجنه. يا ترى المحامي ده عاوز منك ايه يا امينه؟ هنعرف يوم الخميس يا ماما. السيده دوله القيسون الله يرحمها. هي ماتت؟ الله يرحمها ويرحمنا قبلها. خلاص نشفي. ما كانش ليها ورثه، علشان كده كتبت وصيه واجبه النفاذ. وفيها ايه الوصيه دي؟ تبلغ ثروه السيده دوله 3 مليون جنيه. 3 مليون؟ والفيلا اللي كانت عايشه فيها والارض المحيطه بالفيلا على مساحه نص فدان. ودول هيكونوا من نصيب مين؟ 500,000 جنيه نصيب امينه. بتقول كام؟ على شرط امر تستمر امينه في رعايه القطه ناني. والفيلا هتتحول لدار لرعايه الايتام وكبار السن وعلاجهم تحت اشراف امينه. وعلى ما تتخرج من كليه الطب تشرف على بناء مستوصف في الارض اللي حوالين الفيلا، وده يتم بال 2.5 مليون جنيه، وتجهزها وتعالج فيها اي مريض بالمجان. صدقه جاريه على روح المرحومه الست دوله. ها، موافقه تقومي بالمهمه دي يا انسه امينه؟ الا موافقه. موافقه طبعا. اسمعها منها. موافقه يا بنتي، دي مسؤوليه كبيره انت قدها. اكيد دوله هانم كانت عارفه اني قدها، عشان كده وصتني عليها. ربنا يعيني. وكمان حبني جنب المستوصف مسجد ودار لتحفيظ القران الكريم، رحمه ونور على روح ست عظيمة ما فكرتش وهي بتموت إلا في عمل الخير. عزيزي المستمع، إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.